لسه واصلين يا جماعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. النهارده يا جماعه زي ما وعدنا حضراتكم طلعنا طلعه سمك وان شاء الله، ولسه راميين اهو. وتغمز معايا يا جماعه ان شاء الله اي حاجه تيجي تابعوا معانا وراها لحضراتكم. تابعوا معانا يا جماعه. ده الغماز بتاعي يا جماعه اهو. بس حاجة صغيرة دي ايه يا جماعة؟ حلاوتك يا خالي. تابعوا معنا يا جماعة، نروح كل جديد. تغمز مع القناص يا جماعة. ايوه يا ابو هيك. حلاوتك. ابيض. ابيض يا ريس. ما شاء الله. احلى ابو هيك، الله ينور ابو هيك. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. حلاوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع يا عسر، اطلع بالراحه. قطع معجله بقى اهو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بالصلاه على حضره النبي. اطلع يا ولد، اطلع يا ده ابو يضه، اطلع يا ده ابو يا ابو كراكير. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على، بستنى بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. استنى ذكر قلت 10 على 10 يا جماعه. وطي ايدك بس، وطي ايدك. حط. اللهم صل على حضره النبي. الله ينور عليك ابو هيكل. كراكيرو كراكيرو. اللهم صل على حضره النبي. الله ينور يا ابو هيكل. الله ينور يا ابو هيكل. الله ينور عليك. بسم الله. انت جايبه يا جماعه من نص الميه. حلاوتك. استنى مرجع الزوه. وطي ايدك بقى، وطي. بسم الله ما شاء الله. تابعوا معانا يا جماعه، نوريكم كل جديد. خش يا ابو هيكل، خش يا حبيبي. الله ينور عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد ابن مرجع يا جماعه. نطلع يا اسف. كراكير. اللهم صل على سيدنا النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. كرفورين يا جماعه. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. كراكير يا جماعه اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. باينه يا جماعه. اللهم صل على حضره النبي. حطوهم على الارض يا اخوات، حطوهم على الارض. هم يا جماعه. الله اكبر عليك يا ابو هيك. الله اكبر. الصلاه على حضره النبي. جوز كراكير ايه؟ لحمتهم زبده والله. الحته هنا يا جماعه مليانه كراكير. الله ينور يا ابو هيك. يا جماعه نوريكم كل جديد. بنرمي هنا يا جماعه. اه. تلاقي العود بيتاخد مني. الله ينور يا ابو هيك، الله ينور. صباح العسل. الحته دي يا جماعه اللهم صل على النبي 10 على 10. خش. يا جماعه حبينا نوريكم التطعيمه. العود بتاع بابا انكسر وانا اللي شغال. انا مش عايز ازعله يا جماعه، بس عمال يطلع سمك. اللهم صل على النبي. التطعيمه ايه يا جماعه؟ السن والملوي اهو. حط العود يا اخي في الارض عشان تعرف تقطعها. حط العود. الله ينور عليه. السن معانا اهو. السن ده يا جماعه السناره ديت 7 لقة. ايه يا جماعه. ماشي. امسكوا الطعمه كده. الله ينور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. على سن السنار يا جماعه اهو. جاي اقطعه. الله ينور عليك ابو هيكل.
السن الثاني اهو يا جماعه. الحته ديت مليانه كراكير كراكير وبولت يا جماعه وشغاله 100 100. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك ابو هيك. هنتغدى سمك النهارده يا جماعه ان شاء الله. اتفضلوا معانا يا جماعه السمك. اه يا جماعه الحته دي مليانه كراكير ما شاء الله. من في كوبري هنا والميه حاميه. ها قدام حضراتكم يا جماعه. نرميه. اه يا جماعه. اطلع بيهم اطلع يا بطل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله كراكير. كراكير استنى اهو. وبلع. وفين السن؟ السن بلع بلع يا جماعه خالص اهو. بسم الله ما شاء الله. بلع السناره جوه يا خالد خالص. والله تعالى سليك ورينا كده ورا للسادة المشاهدين. ورا للسادة المشاهدين. بلع السنارة جوه. بلع السنارة جوه يا جماعة خالص. على فكرة يا جماعة الكراكير دي مبطرخة. الله أكبر. مبطرخة يا جماعة. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. اه. مبطرخة. هاي. بلع السنارة؟ بص يا جماعة. مش عارف الصورة واضحة ولا إيه؟ واضحة. بصوا يا جماعة. بلعها جوه. بلعها جوه خالص. وده هنسلكها ازاي دي؟ الله ينور عليك ابو هيك. بالجوز يا جماعة. بتعملها طالعة منين؟ كراكير. تابعوا معانا يا جماعة لغاية آخر الفيديو هنوريكم كل جديد إن شاء الله. الله ينور يا ابو هيك. كراكيرة يا جماعة. زي العسل. عسل عسل يا ابو هيك. تابعوا معانا. هنتغدى النهاردة كراكير. النهارده كراكير وسمك ان شاء الله. ان شاء الله. الله ينور عليك يا حبيبي. العود انكسر وهو اللي بيصطاد وهو مرزق. كراكير عسل اهي. وبترخى كلها يا جماعه. الله ينور عليك. تابعوا معانا لاخر الفيديو وهنوريكم كل جديد ان شاء الله. يلا يا غالي. طبعا خالد يا جماعه صيد كراكير اهي. بسم الله ما شاء الله. شكلها جميل وهي في المي. حاتهم من الناحيه دي يا خالد شويه. اللهم صل على حضره النبي. استنى بقى ثبت ايده. عم ننزل حيتان نازلين لتحت اهم. بسم الله ما شاء الله. حاتهم اخدوا قدام شويه. حاتهم شويه انا واخد عشان يبقوا باينين. بس سيبهم بقى سيبهم بقى اتفرجوا عليهم. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعه. خالد شاكمهم من حنكهم. بيبلعوا ال بيبلعوا الطعمايه. اهو ابو هيكل اهو. كراكير يا جماعه. الله ينور عليك ابو هيكل. حطوهم يا خالد اتفرجوا عليهم في الميه. شكلهم جميل. في الاكل زي الصاروخ. بس اكلهم حلو والله. اكلهم زي الزبده يا جماعه. ما شاء الله. انت بتدو هم بيمشوا بعيد يا خالد على فكره. ايوه خلوهم هنا كده. علقهم على السناره كده. هات الخيط وانا امسكه انا عشان اعرف مشوش بعيد. ايوه كده استنى بقى. شكلهم حلو عم زي الحوت ما شاء الله. الكراكير ده اكلها جميل. اكلها جميل خالص. كركور اهو يا جماعه اللي انا لسه جايبه الصغير اهو يا جماعه ابنه اهو. انا هنهسه كراكيه. ازاي يا جماعه؟ اه بيعمل صوت. اه بيعمل زي وصابه. هو بيعمل زي ما شاء الله. الله ينور عليك يا ابو هيكل. اه يا جماعه حيتان اهي. شوف عايز يمشي على المويه تاني. بص يا خالد عايز يفك من الصنارة. بس هيروح فين؟ طلعهم بقى طلعهم. ها
يلا تابعوا معانا يا جماعه، ان شاء الله هنوريكم الرحله اللي طبعا اللي طلعت السمك ونخلصه باذن الله. شكله عامل زي الفضه في المي. طلعوا بقى، طلع عشان ده. لا لا سيبهم هم اهم يا جماعه قدام حضراتكم. شوفوا يا جماعه بيعمل بقه ازاي ما شاء الله. ما هو عشان مش لاقي النفس. يلا يا ابو هيك، يلا طلع يا ابو هيك سلك. تابعوا معانا لاخر الفيديو ان شاء الله هنمتعكم صيد ان شاء الله يا جماعه. تابعوا معانا نوريكم كل جديد واي حاجه نطلعها. يلا يا ابو هيك اطلع، الله ينور. اللهم صل على النبي. طلع اطلع بقى بيه عليه الصلاه والسلام. لا نار عليك يا ابو هيك، انت واخد الصندوق واخد السنارتين في بق واحد. والله بلع السنارتين يا جماعه، والله الاثنين في بق اهم، السنارتين الاثنين في بقه. ملهوفين على الطعم يا جماعه. بيلم السنانير كلها في بقه بالطعم. لا نار عليك يا ابو هيك، حلاوتك. ماشي 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 هسلكوا. خالد النهارده بيصطاد حداف يا جماعه، الغماز حر زي ما حضراتكم شايفين اهو، الغماز حر يعني بيطلع وينزل عادي وفي الخيط اهو اهو. اصطاد غطس. تابعوا معانا يا جماعه هوريكم كل جديد ان شاء الله. نقر اهو يا جماعه لبلوم. ايوه عليه افضل الصلاه والسلام. الله اكبر. حجاري 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 يا جماعه اهي سمكه سمراء. علي هات هات هات. بصوا يا جماعه السمكه عامله ازاي سمراء. اللهم صل على حضره النبي. فاكل الطعم زي الصاروخ باين عليها لسه بخه يا جماعه. استنى استنى بتعمل ازاي. يلا يا عم، واحنا دلوقتي حوالي بعد الظهر، والله ما صل على النبي الطلعه اللي احنا جبناها اهي. بسم الله ما شاء الله، شويه كراكير وسمك 10 على 10 اهو يا جماعه. الكراكير دي بيبقى فيها شوكه جامده قوي ممكن تعور. الله اكبر. خالد بيطلع الكراكير بالجوز. الله اكبر. خلينا كده انت حدا. كلك لك يا جماعه الطلعه دي بسم الله ما شاء الله عليك. لا نار عليك ابو هيك. بابا طلع شويه بس ما كنتش بعرف اصوره. اللهم صل على حضره النبي. شويه سمك عاش. الذكر ده اللي مطلعه قدامكم ذكر بسم الله ما شاء الله. احنا جايين صح يا ولا صح يا خدر؟ صح. بس عاوز يفوق شويه. النهارده ان شاء الله هنتغدى سمك ما شاء الله. كلها يا جماعه كراكير كراكير كراكير. ايه يا جماعه بصوا عليهم. ايه اللي بيطلع ده بقى؟ البطروخ. خلاص يا جماعه ده انت واد عفريت يا ده ابو هيك. الله اكبر. بيلزق طلع بسم الله ما شاء الله وبيريق. لا نور عليك بسم الله ما شاء الله. كراكير يا جماعه. الكراكير ديت فيه كبير وفيه صغير بس ان شاء الله هنحمره. حمره ونوريه لحضراتكم برضه يا جماعه طعمه لذيذ. بصوا يا جماعه ان شاء الله يا جماعه لو عايزين تعرفوا طريقه عمايله على القناه الثانيه بتاعتنا ان شاء الله تابعوا معانا عن طريقه عمايل الكراكير. وطبعا السمك البلطي الجميل ده اسمه سمك حجاري لانه بيبقى متربي في قلب الحجاره زي ما حضراتكم شايفين كده. هو والكراكير ده طبعا المكان المفضل لهم. وانا العود بتاعي انكسر النهارده وخالد اللي اصطاد بسم الله ما شاء الله اصطاد شويه حلوين وجاب سمك شر صغير برضه اهو بس يتاكل يعني ما شاء الله. ما هو صغير قوي يعني حلو. الله ينور عليك ابو هيك بسم الله ما شاء الله. يلا انتظرونا في كل جديد وجديد وان شاء الله تابعوا معانا طريقه عمايل السمك على قناتنا الثانيه مع ام خالد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعوا معانا يا جماعه. باي باي.